لو احنا دلوقتي عندنا اتنين هاني مونرز، اتنين هيتجوزوا عرسان ومش عارفين يروحوا فين، اوكي اديهم بقى كده خلطة فوزية. برضو في هاني مونرز كتير بيروحوا الفار ايست دلوقتي، يعني الفار ايست هو اكتر حاجه واخده يعني رخيصه. الفار ايست تعتبر رخيصه، يعني تعتبر مش هتعملي شوبينج قوي برضو. هو مجرد سايت سينج واكتيفيتيز بتعمليها، لو حد راح بالي سنغافوره مش يعني الحاجات دي. سنغافوره غاليه بس الحتت التانية اللي هي فيها طبيعه اكتر دي مش ما تعتبرش غاليه. بس انا يعني كاسراء بحب دايما الهاني مونرز يروحوا يوروب، ما اعرفش ليه. انت مع انا يوروب، انت خدت يوروب ولا حاجه؟ انا خدت يوروب على طول. اوكي، فبشوف انه حاجه حلوه قوي لو هما مثلا الاثنين اجروا عربيه، حجزوا وان واي تيكت لبلد والرجوع من بلد تانية ولفوا يعملوا درايفنج لايسنس ويلفوا بالعربيه دي، فدي حاجه هتبقى انا شايفاها يعني في منتهى الجمال. انت كترافل بلوجر دلوقتي ومعروفه، هل في شركات سياحه بقى ابتدت تكلمك او ابتدت تقول لك وي ناس سافروا حاجه التليفونيه وهنديك يعني حصلت مره بس لا يعني انا ما انا مش عايزه مش عايزه لا لا خالص. بعدين انا مش بحجز مع اي شركات سياحه خالص، ولما حد بيكلمني عشان احجز له انا بحجز مع نفسي، والناس اللي بتكلمني احجز لها بحجز لهم عادي جدا، ما فيش اي مشاكل. خش على الانترنت وتحجز. الموضوع سهل جدا. يعني انا لما هاجي اسافر المره الجايه ان شاء الله قولي لي على طول، 4-5-10 سنين كده هقول لك قولي لي على طول. وتحجزي لي. الموضوع سهل جدا، انا بدخل على الويب سايت ببقى محدده البلد او اللي بيجي لي عايز يسافر في بلد معينه، وبحاول يقول لك انا معايا فلوس قد كذا بالظبط، يقول لي البادجت بتاعتي كذا، فبجيب له ارخص سعر طيران، ان انا بدخل على الشهر كله اللي هو عايز يسافر فيه وبشوف الذهاب والعوده انهي ارخص سعر. يعني انت بالك دي بتعملي كده 3 سنين. برافو. 3 سنين بس. هو ليكي بقى السنه دي بقى الموضوع معايا، يعني بقى الريكوست يجي لي كتير قوي، احنا عايزينك تساعدينا ازاي نسافر، ساعدينا. طب ما فتحتيش لي شركه سياحه بقى يا اسراء؟ بفكر دلوقتي. بفكر. طيب بس انا عايزاها تبقى اونلاين. انت ما هتفتحي، احنا هنعمل اوفرز للستات اللي بتتفرج علينا بتوعيه وبس. ايوه الامارات دول لينا اوفر وحاجات. يا اسراء انت ده